أستاذ أشرف، خليني أسأل حضرتك الأول سؤال حقيقة مهم جدا. إيه سبب الاهتمام الكبير ببيان اللي خرج النهاردة عن القمة الثلاثية؟ خلينا بداية نتفق على أن هذه الزيارة غير عادية وهذه القمة غير تقليدية. من حيث العادية حضرتك تفضلت وقلتي أن هذه الزيارة الأول مرة من 30 عاما للرئيس أو زعيم مصري يزور أو يطأ قدماه الأراضي العراقية، وأعتقد أن هذا يشكل في حد ذاته توفير حاضنة وغطاء للعراق وشعب العراق في كثير من الملمات التي واجهتها العراق طيلة 30 عاما منذ سقوط صدام حسين حتى 2004 حتى هذه اللحظة. كل تأكيد العراق واجه كثير من المخاض العسير حتى يستطيع أن يوفر الحد الأمن الأدنى من الأمن والاستقرار في السنوات الأخيرة تحديدا بعد القضاء على ما يعرف بداعش والقاعدة، وبالتالي العراق في موقف صعب بالإضافة أنه تعرض لاستباحة أو افتراس إيراني تركي طيلة 20 عاما الماضية، وكان هناك غياب للجانب العربي نتيجة كثير من الأزمات الداخلية في العالم العربي بعد ما يعرف ثورات أو خليفة العربي. وبالتالي هذه الزيارة من قبل الرئيس السيسي في هذا التوقيت لاقت ترحيب وتشجيع وتأييد، ووفرت رسائل للعراق وللإقليم العربي أن هناك دولة مركزية حاضنة تستطيع أن توفر الرعاية والدعم وتلعب دورا كبيرا في تغيير المعادلات السياسية وفرض قواعد لعبة سياسية جديدة في الإقليم. لأن هذا الأمر ينطبق على العراق فقط، ينطبق على مسارات عديدة في الأزمات الليبية والأزمة الفلسطينية والأزمة السورية وكثير من الاشتباكات السياسية والدبلوماسية الموجودة في الإقليم حاليا. وبالتالي هذه القمة عندما توقف في بغداد بحضور زعيم مصري والزعيم الأردني، هذه الأول مرة تحدث أن يكون هناك زعيمان عربيان في توقيت واحد داخل الأراضي العراقية. وبالتالي هذا في حد ذاته بيمثل رسالة للشعب العراقي أن العراق عائد بقوة إلى الجامعة العربية، إلى الحضن العربي، إلى لديه غطاء وحاضنة تلعب دورا كبيرا في توفير استحقاقات الحضور العراقي في المشهد العربي من جديد في هذا الشأن. وبالتالي كل القضايا التي أسئلت اليوم رغم أن هي في المقام الأول هذا تكامل اقتصادي أو تعاون اقتصادي منذ قمة القاهرة في 19 مارس 2019، هذا التجمع يسعى إلى ما يعرف بإنشاء المشرق الجديد، وهذا المشرق يقوم على يعني ايه المشرق الجديد؟ دول المشرق العربي مثلها في مصر، في الاردن، في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في العراق، لديها فرصه لاقامه تكامل اقتصادي يلعب دورا كبيرا في توفير استحقاقات اعاده بس بناء. معلش انا عايز اعرف هي المشرق الجديد ولا الشام الجديد؟ لا، هي الشام الجديد بلغه العراقيين، لكن احنا والاردنيين بنطلق عليها المشرق الجديد لانها بتضم كل عناصر دول المشرق العربي في هذه المرحله بكل تأكيد. وبالتالي هناك فرصة في المستقبل القريب عندما تعود سوريا، ربما هذا الأمر يكون وارد في القمة العربية في الجزائر في أكتوبر القادم، هناك فرصة للبنان حتى يساعد العرب لبنان. المملكة العربية السعودية هناك كلام حديث في الآونة الأخيرة أن المملكة العربية السعودية ممكن تنضم لهذا التحالف، خاصة أن الغرض ليس غرض إنشاء تكتلات في الإقليم، هو غرض اقتصادي في المقام الأول، إحداث عملية تنمية لدول الإقليم بشكل كبير وتوفير وتيرة تصارع في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والتنموية في هذه المرحلة. وبالتالي رغم القمة كانت قمة اقتصادية أو هذا التكامل تكامل اقتصادي، لأن القضايا والأبعاد السياسية لعبت دور كبير جدا في فرض أجندتها فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في العراق، مكافحة الإرهاب، توفير حاضنة للعراق، الأزمة في سوريا، خاصة أنه نقاش طويل جرى اليوم بين الزعماء في الجلسة المغلقة حول إمكانية أن يكون هناك عودة لسوريا في المرحلة القادمة وتوفير دعم لسوريا، الأزمة الليبية، أزمة سد النهضة أثيرت وحصل نوع من النقاش الجدي وتوفير دعم لمصر في هذه القمة لمواجهة أزمة سد النهضة. هي كانت قمة الحقيقة كانت قمة كاملة العناصر، ملفات كتيرة جدا جدا وكل القضايا لديها درجة كبيرة، كل الناس كاتبة عليها النهاردة، وأعتقد أن هذه المسألة ستؤسس لدرجة كبيرة من التكامل وتسارع الخطى نحو إحداث نوع من حلو ده.